اهلا بكم مشاهدينا مره تانيه رجعنا لحضراتكم بعد ما نهله اتكلمت مع ضفتها عن العشوائيات وتطوير العشوائيات بقت اماكن جميله بتوفر حياه كريمه للمصريين احنا دلوقتي هنتكلم عن رياضه رياضه انتشرت في قاره اسيا لكن في 2017 دخلت لجمهوريه مصر العربيه وبدا إن الناس تلعبها بس ما كانش ليها انتشار كبير داخل مصر لكن بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للكياكي وطبعا مبادره من وزاره الشباب والرياضه هيتم تعميمها ونشرها في بعض المحافظات في المدارس هنتعرف عليها اكتر ونشوف رياضة الكابادي وازاي بتتلعب وعدد اللاعبين قد ايه وبيمارسوها الولاد ولا البنات ولا الاثنين كل ده من خلال لقائنا مع ضيفتنا اللي في الاستوديو الدكتوره وفاء موسى مدير عام الاداره العامه للتنشئه المدرسيه بوزاره الشباب والرياضه. برحب بحضرتك وصباح الخير. اهلا وسهلا صباح النور. يعني خلينا في الأول نتعرف على إدارة التنشئة المدرسية اللي موجودة في وزارة الشباب والرياضة، إيه المهام اللي بتقوم بيها وإيه دورها؟ الحقيقة هي إدارة مستحدثة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة بعد ضم المجلسين القومي للشباب والقومي للرياضة، هي إدارة معنية بالشغل داخل المدارس المصرية، اختصاصاتها بتشتغل على طلبه المدارس بصفه عامه سواء الحكوميه سواء الخاصه يعني كل انواع انواع المدارس في مختلف الانشطه سواء انشطه ثقافيه او انشطه رياضيه او انشطه اجتماعيه هي تابعه للاداره المركزيه لتنميه النشاه تمام طيب دي الاداره اللي حضرتك بتتراسيها خلينا نتكلم عن فكره مبادره وزاره الشباب والرياضه المهتمه برياضه الكابادي واللي بدات انها تتعامل بيها في المدارس في بعض المحافظات نتعرف الاول على الرياضه ونتعرف كمان على المحافظات اللي بدا فيها هذه المبادره تمام خلينا نقول طبعا ان الرياضه في في الوقت الحالي بتشهد عصرها الذهبي برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي و... وتفضله بتكريم اللاعبين والفرق الفائزه بالاضافه الى ان دكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه عنده اهتمام خاص بالرياضات الفرديه لان معظم الناس بتروح للرياضات الجماعيه منها كره القدم لكن الرياضات الفرديه الى حد ما كانت رياضات مش يعني مش واخده دورها او حقها قوي ومن هنا جت توجيهات دكتور اشرف صبحي بتكثيف البرامج اللي بت بتروج او بتغذي الاتحادات بلاعبين من ال... بالنسبه للالعاب الفرديه وعمل العديد من المشروعات اللي بتغذي الالعاب الفرديه بصفه بصفه عامه بصفه خاصه لعبه الكبادي هي لعبه زي ما حضرتك قلتي من اصل اسيوي لسه نشأت في مصر في 2017 اللعبه لما نشات في مصر لسه يعني هي مش معروفه مش معروفه قوي فبنبدأ إحنا كإدارات بتهدف لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف يعني و العناصر اللي, اللي بحتاجها اللعبة بنبدأ نعمل برامج موجهة تعمل توسيع قاعده الممارسه نقدر من خلالها نحفز اللاعبين لممارسه الالعاب الفرديه وخاصه الالعاب الجديده معنا. فوقع اختيار الاداره على لعبه الكبادي لانها لعبه ناشئه ومحتاجه ان احنا نعمل منها نوسع قاعده الممارسه فيها ففكر... بس هي مش لعبه فرديه هي لعبه جماعيه هي لعبه جماعيه آه. آه انا انا ما وضحتش دي هو أيوه. كانت الوزاره بتهتم بالالعاب الفرديه والالعاب الناشئه ايوه ففي قطاع بيهتم بالالعاب الفرديه وده له مشروع كبير قوي الكبادي هي لعبه جماعيه انا اصبت ان الاهتمام بكل ما هو جديد جديد يعني. او الاقبال عليه ما بيكونش ما كانش كبير ما كانش كبير فهي لعبه الكبادي لعبه جماعيه بادئه فكانت محتاجه لتوسيع قاعده الممارسة طيب ايه المحافظات اللي بدات وزاره الشباب مع وزاره التربيه والتعليم يتعاملوا فيها بلعبه الكبادي؟ الحقيقه احنا كان شريك معانا الاتحاد المصري للكبادي مع وزاره التربيه والتعليم والاداره المركزيه للاداء الرياضي في الوزاره بدانا نشوف فين المحافظات اللي منتشر فيها المدربين والاداريين اللي يقدروا يقودوا اللعبه ويكونوا مع الفرق المختاره فتم تحديد عدد سبع محافظات القاهره والاليوبيه الشرقيه الغربيه الدقهليه بورسعيد في ان هم يكونوا بدايه ال... انتشار ال... انتشار اللعب <applause> بس برضو انا عايزه اقول ان احنا لعبه في مصر احنا وصلنا لها المكانه كويس يعني علي الرغم من ان هي بادئه 2017 طبعا رئيس الاتحاد المصري للكبادي هو دكتور اسامه سعيد هو رئيس الكونفدراليه الافريقيه وهو نائب رئيس الاتحاد العالمي للكبادي. الحقيقه هم في الاتحاد المصري للكبادي عاملين شغل جامد جدا وحصلنا على يعني احنا عندنا الفريق الرجال والسيدات فائز على المركز الاول على افريقيا وفريق السيدات فائز بالمركز الاول على بطولات اوروبا المفتوحه يعني رغم انها لعبه ناشئه لكن قدرنا نحقق فيها نتائج في متقدمه بدأنا مع أطفال المدارس المرحلة السنية اللي هي مواليد 10 و11 و12 لأن بداية البطولات في الاتحاد المصري بتبدأ من 2013 <applause> عشان كده تم اختيار المرحلة السنية اللي هي ما قبل البطولة عشان نعدها وبعد فترة التدريب في المراكز الدايمة اللي تابعة لوزارة الشباب والرياضة يبدأ الاتحاد يقدر ينتقي عناصر منهم لضمها للأندية وبالتالي ضمها فيما بعد للمنتخبات عشان تكون بمثابة ركيزة لاختيار المنتخبات طيب هل فى شروط لازم تنطبق وتتوفر فى الطالب اللى فى المدرسه عشان يقدر يمارس هذه الرياضه ولا بس بالسن لا مش بس بالسن هو طبعا كل لعبه لها مواصفات لازم تتوفر يمكن احنا من ضمن الحاجات اللي خلتنا قلنا الكبادي في المدارس بخلاف موضوع توسيع قاعده الممارسه ان هي لعبه ما بتحتاجش الادوات وبتحتاج للمسا... لمكان مش كبير قوي يعني هي ملعبها تقريبا نص ملعب الباسكت بول 13 متر في 10 متر فدي مساحه تبقى متوفره في اي مدرسه ما بتحتاجش الادوات فبالتالي بتكون سهله سهله ممارستها في اي في اي مكان بالنسبه بقى للمواصفات اللي بيحتاجها لاعب الكبادي بعض المهارات زي انه يكون عنده سرعه رد الفعل لياقه مرونه رشاقه لان هي مزيج من الـ المصارعه والرجبي وفيها برده الجودو لان اللاعب بيبدا يقع ممكن يقع فلو هو مش مدرب ازاي يعمل سقطات صح عشان ما, ما يزيش, يزيش او ما يتدرج فهي مزيج كده من مجموعه من مجموعه العاب فبتحتاج لمجموعه من عناصر اللياقه البدنيه زي السرعه الرشاقه المرونه سرعه رد الفعل <applause> طيب هي لعبه جماعيه بتجمع الطلبه مع بعض في المدارس وكمان زي ما حضرتك قلت هي مش محتاجه ادوات فيعني في محتاجه بس ان التلميذ او الطالب يبقى حابب ان هو يشارك في مجموعه ويلعب لعبه جماعيه ويكون عنده مهارات جسديه <applause> فيعنى الكلام ده متوفر فى الشباب البنات كمان بيمارسوا الكباتى اه طبعا هى احنا عاملين المشروع بتاعنا عاملين كل مدرسه فيها فريقين فريق ولاد وفريق بنات هو الفريق بيكون من 12 سبعه بيبقوا في الملعب وفي خمسه احتياطي فاحنا عاملين القوام بتاعنا نصه بنات ونصه اولاد هم على قدم المساواه من ممارسه الرياضه عايز اوضح لحضرتك حاجه هو مش بس تلاميذ المدارس احنا تلاميذ المدارس عشان ده اختصاص الاداره مع آه. تلاميذ المدارس لكن هي بتمارس لكن هي, هي بتمرس. كمان والكبار بالزبط. وفي بعض الاسر بتلعبها كفريق يعني اه هو الحقيقه كمان منتشر اصلا في الكبادي دلوقتي كذا نوع يعني في الكبادي الشاطئي في الكبادي الاندور اللي هو في الاماكن المقفوله كمان آه يمكن رئيس الاتحاد العالمي الكبادي كان في مصر في زياره قريب وشاف حاجه عاملينها حلوه قوي في الاتحاد المصري كبادي بارالمبي يعني كان في زاوية الهمم ولعبوا اللعبه واتبسطوا بيها جدا يعني آه والحقيقه لما بدانا في المدارس سواء مع الولاد او البنات مم. طبعا حضرتك عارفه احنا كنا في مرحله انتقاء ففي مرحله الانتقاء دايما اولياء الامور بيجوا مع الولاد ويمكن لما بدانا مع الاداره المركزيه للانشطه الطلابيه بوزاره التربيه والتعليم هي الاداره اللي يعني اللي احنا بنشتغل معاها بنتبادل معاها العمل يمكن كانوا مستغربين شويه اللعبه لسه قلقانين هل اللي هتلاقي قبول عند الولاد او اولياء الامور اعتقادا منهم ان من اللعبه قد تكون عنيفه لكن هي بعيده كل البعد عن ال هما عن بس بيلمسوا بعض مش بيتعرضوا بيتدخل في الحال يعني أي. هو الولد بيبدا يعمل اللمسه او التاتش ومجرد ما بيعمل اللمسه الحكم بيصفر في الحال عشان البوينت خلاص. خد البوينت وخلاص رجع وبل بالعكس لو في اي نوع من انواع العنف ناحيه المهاجم للمدافع دي بتتحسب بنقطة على الفريق, الفريق اللي عمل اللي كده العمل العمل. وبالتالي بيبقى حريص كل الحرص انه ما يصدرش منه اي نوع من انواع العنف ضد الفريق, الفريق المدافع. الأرض. طيب احنا عندنا منتخب للكابادي بينافس في البطولات الدوليه مظبوط؟ تمام وحضرتك اه قلتي ان احنا محققين مراكز متقدمه الحمد لله. الحمد لله يعني على مستوى الوطن العربي العراق هي نمره واحد لكن بعد كده احنا مكاننا فين؟ احنا فزنا على فريق العراق اه على ما اعتقد فريق السيدات في بطوله اوروبا المفتوحه وهو واخد الترتيب العالمي. ايوه. فريق السيدات عندنا في مصر فاز بالمركز الاول في بطوله اوروبا المفتوحه، مه. وتم تكريم حكام يعني عندنا الحكم الدولي اميره عنتر هي حكم الاتحاد المصري الكبادي ورئيس لجنه حكام الكبادي، خدت شهاده تقدير كعمليه تحكيم، عندنا برضو لاعيبات يعني ليهم مكانه وخدوا يعني بيبقى في دايما على هامش البطوله بخلاف الكاس او الميداليات تكريم للاعب متميز، لاعيبه أيوه. متميزه، حكم متميز. فلا احنا عندنا عناصر في اللعبه ما شاء الله يعني اهميه ان احنا ننشر الرياضات الجديده وفي نفس الوقت نبدا اننا نهتم بالطلبه في المدارس من المستوى الرياضي على الجانب الرياضي اقصد يعني مش بس رياضه الكبادي لكن الرياضات بشكل عام وخصوصا ان وزاره الشباب والرياضه مهتمه وعندها اداره للتنشئه المدرسيه فاهميه ده برده هو خليني ابدا كلامي في الجزئيه دي الاول ان انا بوجه من التلفزيون المصري برقيه تهنئه للدكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه بفوزه الساحق من 23 صوت 20 صوت مقابل ثلاثة لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الاتحاد الافريقي لرياضه الجامعات وده كان لسه فوز امبارح محقق امبارح فطبعا بنبارك له وبنهنيه ومدخل من ده احنا عندنا الاتحاد الرياضي للجامعات عندنا الاتحاد الرياضي المدرسي يعني وزاره شباب والرياضه بتنشر الرياضه داخل كافه القطاعات يعني عندنا قطاع تنميره دي قطاع بطوله قطاع تنميره دي في مجموعه اتحادات نوعيه الاتحادات النوعيه بتغطي كل الفئات اللي موجوده في مصر بالنسبه للتنشئه المدرسيه زي ما قلت لحضرتك احنا مش بس بنشتغل رياضه احنا بنشتغل رياضه وثقافه وفن واجتماعي كل ما يتعلق بالتنميه وتطوير تلاميذ المدارس احنا بنشتغل في كل الاتجاهات دي. بالنسبه لرياضه الكبادي زي ما قلت لحضرتك التوجيهات احنا بنشتغل دايما على الرياضات اللي هي لسه بادئه عشان نحقق لها الانتشار وبمجرد ما بنحقق الانتشار بتتسلم للاداره المعنيه اللي هي اداره الاداء الرياضي اداره المنافسات وهي اللي بتبدا تتعامل بعد كده مع المنتخبات ومع الاتحاد واحنا دورنا بينتهي لحد كده ونبدا نشوف حاجه جديده حابين ان احنا نوصلها او ننشرها او نساعد في نشرها البداية من خلال التعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للكبادي في سبع محافظات الخطة القادمة إن شاء الله هيبقى في محافظات أكتر وحتنتشر اكتر ولا ناويين على ايه؟ يعني قولي لي كده. والله هو إحنا, إيه؟ احنا زي ما قلت لحضرتك بن... لما بيكون في اي مشروع بنبداه جديد دايما بنعمل حاجه زي بايلوت كده حاجه تجربه فتم تحديد السبع محافظات عشان نشوف رد فعل الـ الـ الناس يعني ان شاء الله هنقدر نحقق نتيجه المرجوه بنسبه قد ايه؟ وبنبدا نشوف برده احنا بتحكمنا ماليات فان شاء الله السنه الجايه هنضيف أربع محافظات، خمس محافظات، سبع محافظات هنحس حنح... إن إحنا حققنا الإنتشار الكافي أو نتيجة مشاركة الولاد واللعبة حصل فيها الإنتشار، وبالتالي يبقى إحنا مش هنبقى محتاجين إن إحنا نكمل في بقية المحافظات، لأن هتكون الرسالة وصلت <applause> وممكن نبدأ نتبنى حاجة تانية، الحاجة التانية دي هي محتاجة الصرف والمجهود ونبدأ ن... <applause> نهتم بيها نهتم بيها ونتبناها، بس مش هنسيب الكبادي إن شاء الله إلا لما نطمن ونتأكد إن مفهوم لعبة الكبادي وصل لكل ال... الناس وال... كل الطبقات بالتالي هيبقى هم مش محتاجين مساعدتنا هنبدا نساعد في مكان تاني اكيد هو بما انه بدا في وزاره الشباب والرياضه تهتم به على مستوى المدارس اكيد بعد شويه هنلاقيه في مراكز الشباب وهنلاقي الرياضه دي في النوادي المصريه فهيبقى في انتشار اكتر هي اوريدي ماشيه على قدم المساواه يعني بس احنا عندنا ادارات تانية في الوزاره هي المنوط بيها العمل داخل مراكز الشباب والانديه م -م. فاحنا بنمشي في الوزاره بتوازي يعني أنا كإدارة تنشئة مدرسية بشتغل في المدارس، في إدارات تانية معنية معانا شغالة في مراكز الشباب والأندية، فإحنا بنشتغل بالتوازي في كل القطاعات، وبالمناسبة إحنا يعني بعض المحافظات إحنا مش بنشتغل جوه مدرسة، هنشتغل جوه مراكز شباب وأندية، لأن كنوع من السيفتي للمرحلة دي بعض المدارس ما فيهاش بساط للعب، هي بتتلعب على بساط كاراتيه أو بساط مصارعة، فبعض المدارس اللي ما قدرناش نوفر فيها البساط ده لمراكز الشباب او انديه قريبه من مجموعه المدارس اللي تم اختيار العناصر منها لانهم هيمارسوا اللعبه بداخلها ان شاء الله ان شاء الله طيب خلينا نرجع للاداره اللي حضرتك بتتراسيها اداره التنشئه المدرسيه ايه المشاريع القادمه ان شاء الله اللي مهتمين بيها في المستقبل الحقيقه احنا بدايه ما, ما, بدات الاداره كان في توجيهات من القياده السياسيه العليا بحاجتين اساسيتين اول حاجه اللي هي المناطق بديله العشوائيات تاني حاجه المحافظات الحدوديه <applause> وبالتالي احنا لما بدانا نرسم الخطه بتاعتنا بدانا نرسمها بناء على التوجيهات القياده السياسيه بالاضافه الى عناصر التنميه المستدامه فكان من اوائل المشروعات اللي احنا عملناها كان مشروع ابدا معانا اللي هو ستارت ويز اس ده كان في منطقه الاسمرات دي كانت برده البدايه كان معانا اكتر من 3000 طالب وطالبه وعملناها في مدارس تحيا مصر واحد قعدنا ثلاث اسابيع هناك عملنا نشاط كبير جدا وعملنا حراك وكان معانا اكتر من 24 ورشه ثمانية ثقافي وثمانية فني وثمان ورش رياضي الحقيقه اكتشفنا هناك عناصر موهوبين يعني يعني مش عايز اقول حضرتك فوق ما حضرتك تتخيلى الحمد لله خطتنا فى السنه الجديده ده كان بدايه المشروع ان شاء الله هنغطى كل مناطق بديله العشوائيات وده قدرك فعلا بالخطه بمالياته على مستوى الجمهوريه ان شاء الله المشروع التاني اللي هو انت الاغلى، وانت الاغلى ده جاء في ضوء توصيات بالاهتمام وتكثيف البرامج والمشروعات في المناطق الحدوديه، وده بداناه فعلا من شهر في شمال سينا، واستهدفنا اكتر من 2400 طالب، رحنا الست ادارات رحنا رفح، رحنا بئر العبد، رحنا رمانه، رحنا العريش، رحنا اماكن كتير جدا، يعني كل الست ادارات غطيناهم مع طبعا التربيه والتعليم ونفذنا مشروع انت الاغلى. في شمال سيناء ويمكن احنا لسه راجعين من الاحتفال بالمحافظات الحدوديه ختام المحافظات الـ 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 الاولمبيه المشروع الاولمبي أه ختام الاولمبيات الحدوديه أيوة. <applause> ختام الاولمبيات الحدوديه كان على هامش ده نفذنا بعض المشروعات كان من من ضمنها مشروع انت الاغلى اللي تنفيذه في مرسى مطروح دي خطه الاداره المستقبليه ان احنا نكمل اللي بدانا بالاضافه الى عندنا بعض المشروعات واللقاءات زي لقاءات تثقيفيه زيارات اماكن رحلات ومعسكرات لتلاميذ وتلميذات المدارس <applause> والله احنا بنشكر حضرتك جدا لان بدايه الاهتمام بالتنشئه المدرسيه ده مهم جدا رياضيا وفي كل المجالات، وبنشكر حضرتك ان حضرتك استكملتي فقرتنا اللي فاتت عن العشوائيات، وتكلمنا عن النماذج الجميله من طلبه المدارس اللي موجودين في العشوائيات اللي لما بنوصل لهم وبنبدا ندور جواهم بنلاقي مواهب كتير. إحنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا الدكتورة وفاء موسى مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة. شكرا جدا أنا سعيدة إن أنا كنت معاكم النهاردة. نورتينا شكرا وبنوجه التهنئة برضو لوزير الشباب والرياضة على المنصب الجديد الدكتور أشرف صبحي وبكده خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهاردة ويا رب تكونوا استمتعتوا وتتعرفوا على رياضة جديدة وتدوروا عليها وتحاولوا تمارسوها للكبير والصغير استنونا بكرة وفريق عمل جديد. دايما معاكم كل يوم مصر الجميلة